الفن راهم مساومين 85 هذا العرض الثاني. قل لي السن هنا شحال راه يقول السن تاعهم هنا؟ اثنين كاع ثنيان هادو. نعم لا السوق السيد هنا راهم مساومينو 79 100. بس والسيد ساوموه شحال قلت لي شحال ساوموك؟ 11 ساوموه 11 75 100 جمله. هادو ثاني شابين وتعياد الله يبارك. هادو كاع خرفان ما كاش اللي مبدل، خرفان ما كاش اللي مبدل. هنا راهم مساومينو 98 والسن هنا راه يقول شحال السن؟ خروف خروف هذا خروف. وشنو المنطقه جانا؟ عين زيان. عين زيان مانيش نصور فيك ما تخافش، هذا جانا من منطقه عين زيان والبيع راه يقول شحال؟ 11 يمكن باللي عالفين. السيد هنا راه مساومينو شحال مساومين هنا جمله؟ راهم 92 92 جملة. والفرادي ما ساوموكش؟ الفرادي ما ساموناش. والأسعار البيع شحال تقول؟ البيع رانا طالبين 10 اللي كتب ربي. 10 ملايين هو سعر البيع. هذا القطيع جانا من منطقة جلفة. منطقة الجلفة تحديدا مين؟ حل السن هنا؟ أربع وسداس. أربع وسداس؟ إيه. العمر هنا راه يقول أربع وسداس، والبيع شحال يقول هنا بالتقريب؟ البيع مازال. بالتقريب شحال؟ تقريبا فوت 9. يفوتوا 9؟ يفوت. بالتقريب قالكم يتجاوز سعر 9 ملايين. هذا القطيع جانا من منطقة، وش من المنطقة هذا القطيع؟ قصر البخاري. قصر البخاري دخلت. شوفوا الرخلة هذه شحال شابة الله يبارك، ما شاء الله مدحتها ومصوفة أيضا. والسيد هنا راه مساومينو قداش ساوموك هنا جملة؟ جملة 18 مليون و300 ألف. شحال ذكرني شحال؟ 18 مليون و100 ألف ثلاثة. 18 مليون و100 ألف في ثلاثة. وفرادي ما ساوموكش؟ 6.5. والمربي راه متهلي فيهم. شوفوا الخروف الله يبارك، لابي ماكل ما شاء الله معمر. السن هنا راه يقول شحال السن هنا اخي؟ 46. الله يبارك لكم سمعتوا السن. والاسعار شحال مساومين هنا؟ في 10.5. 10.5 جمله. جمله. وفرادي ما ساوموكش؟ مازال ما ساومونيش. 17.5. 17.5 جمله. ايه جمله. وهذو ما شحال ساوموك؟ 17 و100 ألف. 17 و100 ألف. مين جانا القطيع هذا؟ طلع سداس غير ما طلع. والسيد هنا راه مساومينو ذكرني شحال ساوموك؟ طولي 74. والله ما سمعتك. طولي 74. 74 100 ساوموه. سعر البيع قريب ولا بعيد؟ قريب قريب. شحال صغيره؟ راح نشوفوا شحال راه مساومينو هنا. قول لي خويا العزيز شحال مساومينك هنا؟ معطيني 30. 30. ومين جاتنا المهره هذه؟ شنو منطقه؟ منا من البليده. منا منطقه البليده. نذكر المشاهدين انه ناس البليده يربوا ايضا الخيول لانه الجو هنا يسمح بتربيه الخيول. اسعار البيع شحال تقول هنا؟ مازال هذه تعقب الربعين. نذكر المشاهدين ونذكر المتابعين انه تم فتح سوق جديد الان راني نتجول فيه عبر الكاميرا. هذا المكان هنا في هذا المكان تحديدا يبيعوا القرط والشعير الصفصفة والحبوب كل ما يخص الانعام أغذية الانعام. غالي غالي اللي تساوم اللي تحط يدك يقول لك 10 11. انت يا اليوم جيت تشري هكذا؟ نشري. واش حبيت تشري؟ خروف تاع العيد. خروف تاع العيد؟ تاع العيد. علاش حبيت تشري الان؟ لاخاطش هي اغلى من بعد. عندك من اللي بديت حاب تشري انت؟ بديت اليوم برك. اليوم بديت؟ اه. احكي لي كيفاش راه السوق اليوم؟ غالي غالي بزاف كاع، مول الشهريه ما يعيطش. غالي السوق اليوم. السوق غالي اليوم. غالي. السوق غالي اليوم. واش حبيت تشري انت اليوم؟ كباش؟ باش كبش على العيد. تاع العيد. وانت ثاني حبيت تشري كبش العيد؟ راح نشري شويه. واه لا كتب ربي ان شاء الله. الله يبارك. مين جيتنا انت؟ من البليده من بلي مالاد هنا. الله يبارك. واش رايك في السوق هذايا؟ واش نقول لك السوق السوق الشاري ما كاش. قليل الشاري قليل. السوم كيما هذا الكبش هذا ب 10 ملايين. هذه هي سومته. راك تبيع انت هنا؟ لا لا جيت نشري. جيت تشري؟ جيت نشري. الاسعار كاين من 4 ملايين وطلع. كاين صح. اغلى 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 سعر لقيته هنا اليوم بسوق حيدري وشحال؟ 11 مليون. 11 مليون. 11 مليون. وارخص سعر؟ 4 ملايين. 4 ملايين. وش رايك في السوق هذا في الـ في الـ باذن الله ان شاء الله ينجح. ينجح سوق شباب وفيه خدمه. جاري واصحاب المطوات هامليك. هذه هي الدخله تاع السوق. هنا تباع الاغذيه اغذيه الانعام. هذه الدخلة. إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنا يا من
خويا محمد السلام عليكم. السلام ورحمه الله، مرحبا بكم. الله يسلمك، واش راك لاباس؟ بيان. مبروك عليكم. الله يحفظك يبارك فيك، مبروك. الله يحفظك الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يسلمك، قل لي احكي لنا شويه على القهوه تاعك هذه. الحمد لله رانا نستزقوا والحمد لله، فتح عندنا سوق انا في حيدري وش، وكاين الامن وكاين لا سيكيورتي، ومرحبا بكم والحمد لله الناس راهي تجي وراهي تسترزق ومرحبا بكم. الله يسلمك، قل لي عندك القهوه برك ولا قهوه لاتاي؟ عندنا قهوه، عندنا لاتاي، عندنا المحاجب، رانا نخدموا والحمد لله. الله يبارك، اشفوا عليه هذا باش تجوا تشربوا عنده قهوه، قهوه ولا لاتاي ولا المحاجب. مرحبا به. كيفاش؟ واللي ما عندوش مرحبا به، جي يسقى قهوه عندنا. إذا مشاهدينا متابعينا مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تيفي، تاريخ اليوم هو 6 من مايو 2024، كما راكم تشوفوا الآن وعلى المباشر أنا متواجدين بسوق حي دريوش للمواشي والسيارات الواقع ببلدية بوعرفة ولاية البليدة. يوم الاثنين راح يكون خاص بالمواشي، ويوم الجمعة راح يكون خاص بالسيارات وطيور الزينة في الحلقة السادسة من حلقات تغطية أسعار كباش العيد لعام 2024. سوق حي دريوش هو سوق جديد، جاء هذا السوق لخلق فضاء اقتصادي تجاري لدى فئات كثيرة من المجتمع خاصة الشباب. المكان محروس وتحت المراقبة، يمكنكم زيارة المكان ومزاولة نشاط البيع والشراء سواء في المواشي أو السيارات أو طيور الزينة. نزيد نذكر المشاهدين أنه هذا السوق مقسوم على أجنحة، الجناح الأول هو خاص بأغذية الأنعام والمواشي، القرط والشعير وما شابه، جناح آخر خاص ببيع الأبقار، وجناح آخر خاص ببيع المواشي والماعز، وجناح آخر خاص ببيع الخضر والفواكه والملابس. هذا السوق راه بدا يتعمر الله يبارك، اللي راح يجي ليه هذا السوق يفتح يوم الاثنين خاص بالمواشي، ويوم الجمعة راح يكون خاص بالسيارات وطيور الزينة. كل الشكر والتقدير على القائمين والمنظمين لهذا السوق، ونتمناو أنه يصير هذا السوق من أحسن وأكبر الأسواق عبر التراب الوطني، وبالتحديد في ولاية البليدة، يقع تحديدا ببلدية أبو عرفة حي دريوش ولاية البليدة أمام السجن الجديد. راح نديروا جولة بهذا السوق، راح نصوركم الأجنحة ونشوفوا ونشوفوا المكان هذا وش يبيعوا فيه، والمكان هذا ايضا واسع واسع يرفد كلش، تقدروا تجوا لهنا وتزوروا هذا المكان. ما تنسوش تبارطاجيونا هذا الفيديو على الولايات، ومرحبا بكم هنا في سوق حي دريوش. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. إذا مشاهدينا عندنا أول عرض للبيع، الجولة تاعنا راهي بدات هنا من سوق حي دريوش بلدية بوعرفة ولاية البليدة في الافتتاح. جاب لي ربي هذا هو الأسبوع الثالث تاعو ولا الرابعة، المهم هذا الفيديو افتتاحي للقناة في هذا السوق. السيد هنا راه مسومينو 79 100، البيع مازال مفتوح. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هنا الكباش والخرفان راهم مساومين 85، هذا العرض الثاني. قل لي السن هنا شحال راه يقول السن تاعهم هنا؟ ثنين. كاع ثنيان هذو؟ نعم. من جاونا وشمن المنطقة هذو؟ الجلفة. منطقة الجلفة، كل التحية والتقدير للناس الجلفة. كم تشوفوا ناس الجلفة راهي بدت تتنقل لهذا المكان، هذا السوق الجديد. هذا الفيديو هو فيديو افتتاحي لسوق حي دريوش بلدية بوعرفة. والبيع شحال يقول هنا أخي بالتقريب؟ شحال بالتقريب هكاك؟ من عند شاري. سعر البيع راه يقول من عند شاري. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هذا اللي راكم تشوفوا فيه سداس، والسيد سوموه شحال قلت لي شحال سوموك؟ 11. سوموه 11. وسعر البيع شحال راه يقول هنا؟ شحال راك ناوي تبيع هنا؟ زيد شويه. شحال بالتقريب؟ مازال بالتقريب شحال؟ 12.
12 مليون اخر سعر ان شاء الله. اخر سعر راه يقول 12 مليون. مين جانا الكبش هذا؟ شنو المنطقه؟ موزايا. موزايا هذا الكبش من منطقه موزايا في هذا النواحي. كل التحيه وتقدير للناس موزايا. اذا متابعينا عرض اخر للبيع. السيد هنا راه مسومين 98 والسن هنا راه يقول شحال السن؟ خروف. خروف هذا خروف. وشنو المنطقه جانا؟ عين زيان. عين زيان. مانيش نصور فيك ما تخافش. هذا جانا من منطقه عين زيان والبيع راه يقول شحال؟ 11. اخر سعر؟ اخر سعر. اخر سعر راه يقول 11 مليون. الجوله تاعي هذا وين بدات هنا من سوق حيدريوش بلديه بوعرفه. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع. عندنا هذا الخرفان شابين الله يبارك ما شاء الله هذو باين باللي عالفين. السيد هنا راه مسومين. وشحال مسومين هنا جمله؟ راهم 92. 92 جمله. والفرادي ما سوموكش؟ الفرادي ما سموناش. والاسعار البيع شحال تقول؟ البيع رانا طالبين 10 اللي كتب ربي. 10 ملايين هو سعر البيع. هذا القطيع جانا من منطقه جلفه. منطقه الجلفه تحديدا مين؟ عين الروميه. عين الروميه. تحياتنا الناس عين الروميه. ذكر المشاهدين انه الان رانا في الحلقه السادسه من تغطيه اسعار كباش العيد لعام 2024 في بلديه البليده في السوق الجديد. هذا الفيديو هو افتتاحي للقناه. وعلى حسب اعتقادي هذا السوق الثالث او الرابع. ما الفجل السوق هذا انت ولا جامي؟ بسم الله. اليوم بسم الله. اليوم اول دخله. اليوم اول دخله. اول دخله لهذا البائع. راح نزيد ندير جوله في الاجنحه وننقل لكم اخر الاحداث والاسعار. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع. السيد هنا راه مسومينو 85 100. والسن هنا راه يقول شحال السن هنا؟ اربع وزداس. اربع وزداس. اي العمر هنا راه يقول اربع وسداس. والبيع شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ البيع مازال بالتقريب. شحال؟ تقريبا فوت 9. يفوتوا 9؟ فوت بالتقريب. قالكم يتجاوز سعر 9 ملايين. هذا القطيع جانا من منطقه. وش من المنطقه هذا القطيع؟ قصر البخاري. قصر البخاري. كل تحيه والتقدير للناس قصر البخاري. تغطيه راهي مستمره عبر الولايات. خويا نسقسيوك وش رايك في الاسعار؟ الاسعار راهي معقوله خويا. كيفاش معقوله؟ ما فهمتش. الاسعار هذه يا حبيبي كيما هذا الكبش هذا ب 10 ملايين. هذه هي سومته. راك تبيع انت هنا؟ لا لا جيت نشري. جيت تشري؟ جيت نشري. ايه الاسعار كاين من 4 ملايين وطلع. كاين صح. اغلى 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 سعر لقيته هنا اليوم بسوق حيدري وشحال؟ 11 مليون. 11 مليون. 11 مليون. وارخص سعر؟ 4 ملايين. 4 ملايين. وش رايك في السوق هذا في الـ في الـ باذن الله ان شاء الله ينجح. ينجح. سوق شباب وفيه خدمة. سوق شباب سوق هايل. خويا شكرا على المشاركة. التغطية راهي مستمرة عبر الولايات. ريحوا معنا. شكرا على المشاركة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع. هنا راهم مسومين 75 100 جملة. هذو ثاني شابين وتعياد الله يبارك. هذو كاع خرفان ما كاش اللي مبدل. خرفان ما كاش اللي مبدل أنا. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع. هنا عندنا الرخلة. الرخلة راهي دخلت. شوفوا الرخلة هذه شحال شابة الله يبارك ما شاء الله مدحتها ومصوفة أيضا. والسيد هنا راه مسومينو. قداش سوموك هنا جملة؟ جملة 18 مليون و300 ألف. شحال ذكرني شحال؟ 18 مليون و100 ألف في ثلاثة. 18 مليون و100 ألف في ثلاثة. وفرادي ما سوموكش؟ 6.5. 6.5 فرادي. سوموه 6.5 فرادي. والرخله هذه جاتنا من منطقه. وش من المنطقه جاتنا هذه؟ جات من الغرب. وش من المنطقه بالتحديد؟ من عين الدفله. عين الدفله. هذه الرخله جاتنا من عين الدفله. كل التحيه وتقدير للناس عين الدفله. اسعار البيع راه تقول هنا. سعر البيع شحال يقول هنا بالتقريب؟ وش يقول السوق؟ بالتقريب انت شحال راك راسم في ذهنك انت؟ 7 ملايين. 7 ملايين. سعر الرخلة هنا راه يقول 7 ملايين. اكتبوا لي في التعليقات ما رأيك في أسعار اليوم التي يتم تداولها بسوق حي دريوش بلدية بوعرفة بتاريخ 6 ماي 2024. شكرا على المشاركة. يعطيك صحة. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع. هذا اللي راكم تشوفوا فيه راه مطلع سداس غير ما طلع. والسيد هنا راه مسومينو. ذكرني شحال سوموك؟ طولي 74. والله ما سمعتك. طولي 74. 74 100 سوموه. سعر البيع قريب ولا بعيد؟ قريب قريب. شحال بالتقريب؟
85. 85، قل لي هذه أول زيارة لك هنا لسوق حيدري؟ هذه أول خطرة. وش رأيك في المارشي هذا تاع المواشي الجديد هذا؟ ما يبان لاباس الحمد لله. والمال راهو مليح. في تناول الجميع. شكرا على المشاركة، تغطية رأي مستمرة، ريحوا معنا. إذا مشاهدينا عرض آخر للبيع، هذا اللي راكم تشوفوا فيه، هذا هنا راه يطلع اثنين. قلت لي هذا هنا ويطلع اثنين. هذا هنا يطلع اثنين. الله يبارك، والسيد هنا راه مساومينه، قداش ساومه؟ طاولنا 78. 78 100، من جان الخروف هذا؟ هذا هنا عين دفلة. عين الدفلة، أسعار البيع شحال تقول هنا؟ لا تقريبا نقولوا 82. 82 هو سعر البيع. قل لي أول زيارة لك اليوم هنا في السوق هذا؟ لا ثاني زيارة. ثاني زيارة، احكي لي المارشي هذا وش رأيك فيه بكل صراحة؟ بالتدريجية كما يقول لك يعني من القدام يتسقم، ماهو مليح، هو في تحسن. عجبك المارشي هذا؟ لا لاباس خير ربي، بيسكو لا وقاب دوكا يعني راهو لاكس. دوكا كما يقول لك راهو الوص يعني معنا الجنوب الغرب الوص يعني كاع يجوا لهنايا. قل لي أنت يا اسكو واش تنصح الناس يجوا لهنا ما يجوش، واش تنصحهم؟ نورمال كما يقول لك دوكا السوق يعني راه الله يبارك، وما هذاك شغل فيه نعرف المستوى على كل حال. شكرا على المشاركة، التغطية راهي مستمرة من سوق البليدة الجديد حيدريوش. عدلة نحكي لي شوية على الأسعار، كيفاش راهي الجولة اللي درتها الصباحية هنا؟ راهو غالي شوية. كيفاش غالي؟ ما فهمتش، فهمني. غالي رامي اللي تساوم اللي تحط يدك يقول لك 10 11. أنت يا اليوم جيت تشري هكذا؟ نشري إيه. واش حبيت تشري؟ خروف تاع العيد. خروف تاع العيد؟ تاع العيد. واش حبيت تشري الآن؟ خاطش يغلى من بعد، بلا يزيد يغلى. والميزانية تاعك شحال راهي تقول بالتقريب باش تقدر تشري؟ 9 10. ما لقيتش خروف تاع 9 10؟ هذا وين لحقت مازال ما درتش مليح. واش رايك في السوق هذا؟ هذا غير مفتوح جديد. اليوم وين دخلت انايا. واش رايك فيه؟ كيفاش راك تشوف فيه انت؟ الله يبارك ويبان كبير، الله يبارك معمر. شكرا على المشاركه، يعطيك الصحه. اذا متابعينا تلاقينا مع مواطنين هذو من ولايه البليده، راهم يتجولوا بالسوق، راح نسقسيهم على الاسعار. قل لي الله يرضى عليك، واش رايك في الاسعار تاع اليوم؟ غالي السوق اليوم. السوق غالي اليوم. غالي. السوق غالي اليوم. واش حبيت تشري انت اليوم؟ كباش. كباش كبش على العيد؟ تاع العيد. وانت ثاني حبيت تشري كبش على العيد؟ نشري شويه واه، لكتب ربي ان شاء الله. الله يبارك، مين جيتنا انت؟ من البليده، من بلي مالاد هنا. الله يبارك، واش رايك في السوق هذايا؟ واش نقول لك السوق الشاري ما كاش. قليله الشاري قليل، سومه والشاري قليل. سومه كاينه، بصح الشاري ما كاش. ما كاش الشاري. قليل. حبات برك. قول لي انت شحال راك قادر تشري؟ الميزانيه تاعك شحال؟ المال والله السوق. دراهم شحال قادر تشري العياده؟ نشري واش حبيت. اللي قدرت عليه. نشري اللي قدرت عليه، نشري واش. ان شاء الله تشري ويوفقك ربي، وشكرا على المشاركه. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، لقيت هذه النعجات شابين الله يبارك ما شاء الله، النعجات سمان والمربي راه متهلي فيهم، شوفوا الخروف الله يبارك، لابي ماكل ما شاء الله معمر. السن هنا راه يقول شحال السن هنا اخي؟ 6 وهذه 4 ايام. الله يبارك لكم، سمعتوا السن والاسعار شحال راه مساومين هنا؟ في 10 ونص. 10 ونص جمله. وفرادي ما ساوموكش؟ مازال ما ساومونيش. مازال ما ساوموش. اول مره تجي للمارشي هذا؟ سي لا بريمير فوا جيت. قل لي واش رايك في السوق هذايا؟ الله ما مازال ما باهش ما. صح مبدئيا كيفاش راه يبان لك؟ لاباس الحمد لله. اسعار البيع هنا شحال تقول؟ نقولوا 14 على ربي. 14 مليون على ربي. متومين هذو؟ كاين اللي متومه هنا؟ عندهم واحد. سعر البيع راه يقول 14 مليون للنعجه، سمعتوا السن وشحال؟ والمنطقه اللي جاونا منها بطبيعه الحال، المنطقه وش من المكان هذو اخي؟ اسمح لي؟ اسمح. تفضل. وش من المنطقه؟ مسعد. مسعد هذه النعجه نعجه مسعد، اكتبوا لي في التعليقات وش رايكم في الاسعار. إذا متابعينا مواطن آخر راه يتجول باش يشري كبش العيد هكذا. كبش العيد إيه. قل لي شحال عندك من اللي بديت حاب تشري أنت؟ بديت اليوم برك. اليوم بديت؟ إيه. احكي لي كيفاش راه السوق اليوم؟ غالي. غالي بزاف كاع، مول الشهرية ما يعيطش. 8 ملايين بزاف. بزاف 8 ملايين. أنت شحال راك قادر تشري أنت بالتقريب؟ تاع 4 5. ولقيت 4 5 ولا ما لقيتش؟ ما كاش تاع 4 5. ما كاش كاع. شكرا على المشاركة، يعطيك صحة. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، هنا عندنا ثنيان الله يبارك،
والسيد هنا راه مساومينو، ذكرني جمله شحال قلت لي؟ 16 و200. 16 و200، مانيش نصور فيك ما تخافش، القناه تحترم كل الاراء، راكم سمعتوا شحال مساومينو. اما بالنسبه لسعر البيع، شحال البيع هنا يقول؟ بيع والله ما نعرف، ما عنديش. قل لي بالتقريب، بالتقريب شحال؟ 17 مليون جمله ولا فرادي؟ في زوج، في زوج، في زوج. سعر البيع راه يقول 17 مليون في زوج. خويا نسقسيك، واش رايك في الاسعار تاع اليوم؟ راهي مليحه الاسعار تاع اليوم. شريت ولا مازال؟ انا شريت وبعت وراني نعاود نزيد نشري. اها تاجر انت؟ تقدر تقول تاجر. واش رايك في السوق هذا الجديد تاع ابو عرفه؟ الحمد لله، انا هذه دها نسكن هنا في حيدري. واش انا واش رايك في المارشي؟ الحمد لله، والله غير الحمد لله يا ربي. الاسكن الامن متوفر هنا؟ كاين الامن، راهم قاري من كل جهه الامن، لي زاجون لي سيكيريتي، الحمد لله يا ربي. راه كل سوفيستيكي، راهي مريقله الحاله. شكرا على المشاركه، التغطيه راهي مستمره من ولايه البليده مدينه الورود. اذا مشاهدينا عرض اخر للبيع، شوفوا هنا عندنا خرفان، كاين هادو وكاين هادو. هام ليك، نبداو بهادو. هادو شحال مساومينك هنا الخرفان هادو؟ 17 ونص. 17 ونص جملة؟ ايه جملة. وهادو ما شحال ساومك؟ 17 و100 ألف. 17 و100 ألف. مين جانا القطيع هذا؟ الماشية هذه منين؟ مشرية، منطقة المشرية. كل التحية والتقدير إلى ناس المشرية، نذكر المتابعين توعي في ولاية المشرية، راني جاي في أقرب الآجال. أسعار البيع هنا شحال يتقول؟ أسعار البيع هنا شحال يتقول؟ بيع مازال ما عاد شاري. شحال بالتقريب؟ بالتقريب بالك يا 18. 18؟ ايه. أول مرة تجي لهنا للسوق هذا؟ لا دائما نجي. دائما نجي دائما. وش رأيك في السوق هذا؟ وش رأيك فيه السوق هذا تاع أبو عرفة؟ السوق يطلع. ما فهمتنيش، قلت لك وش رأيك في السوق، السوق تاع أبو عرفة؟ السوق شباب. عجبك؟ ايه. شكرا على المشاركة. هذه النهار ولا الكون؟ كيفاش؟ هذه قناة دنيا تاع المواشي، ننقل نصوروا المارشيات، نديروا العواد، نديروا المواشي، نديروا الطيور، كاع الثروة الحيوانية تاع بلادنا كاع نشوفوها من خلال هذه القناة. عندي زوج عواد نحوس نبيع، مع عودة ووليدها. اها شحال في عمرها العودة؟ العودة تكون في عمرها واحد 10 سنين ولا ما 8 ل 10، والمها في عمرها واحد قريب عامين، مور شباب. اها الله يبارك. العودة واش من لون؟ زرقاء، زرقاء. اها كيما يقولوا دار بدار. وال واسمو وال وليدها واش من لون؟ كيما هي زرق، يخرج زرق. واش من المنطقه؟ قرواو. قرواو قرواو، منطقه قرواو. وشحال راك طالب فيها انت العوده؟ مع الشاري، كي يجي شاري انت شحال راك طالب؟ قل لي باش الناس تعرف الميزانيه. انا طالب بين 30 مليون بيناتهم. 30 مليون بيناتهم في زوج. خلي لي النمر الرقم تاعك باش يتواصلوا معك الناس، خليه لي تشوف. رقم 05 56 75 32 49. المكان هو قرواو. المكان قرواو، هذا عنده عوده راه يبيع فيها مع المهر تاعها، تقدر تتواصلوا معاه، رقم الهاتف راهو جاز. هذا انسان ما شاء الله، انسان كبير. شكرا على المشاركه، يعطيك صحة. اذا مشاهدينا كما راكم تشوفوا هنا رانا في ناحيه بيع الخيول، كاين ثلاث اجنحه، اجنحه خاص بالخيول، جناح اخر خاص بالمواشي، وجناح اخر خاص بالبقري. راح نشوفوا المهره هذه، هذه قال لك مازال ما كسرتش، مازال ما بدلتش، يعني مازال صغيره. راح نشوفوا شحال راهم مساومينو هنا. قول لي خويا العزيز شحال مساومينك هنا؟ معطيني 30. 30، ومين جاتنا المهره هذه؟ شنو منطقة؟ من البليدة. من منطقة البليدة، نذكر المشاهدين أنه ناس البليدة يربوا أيضا الخيول، لأنه الجو هنا يسمح بتربية الخيول. أسعار البيع شحال تقول هنا؟ مازال هذه تعقب الربعين. تجاوز الربعين. تقدر تتمشى بها هنا نشوفوها. راح يتمشى باش تشوفوا العودة مليح. المهرة عفوا، روح تشوف لها. منا منا منا. هذه مهرة زينة الله يبارك. إذا مشاهدينا رقم الهاتف باش تتواصلوا مع صاحب العرض. نيميرو تاعك شحال؟ 06. شحال؟ 06. دقيقة برك. رقم الهاتف هو 06 68 46 02
68. المكان هو البليدة. المكان هو البليدة. كل التحية والتقدير لناس البليدة ومدينة الورود. ألف مبروك على ولاية البليدة. تم فتح سوق جديد هنا في حي دريوش بلدية بوعرفة. هذا السوق اللي يفتح كل يوم ثلاثاء، كل يوم اثنين عفوا، حيكون خاص بالمواشي، والجمعة راح يكون خاص بالسيارات وطيور الزينة. بارتجونا هذا الفيديو حتى يتمكن المشاهدين والمواطنين من معرفة هذا المكان. نذكر المشاهدين ونذكر المتابعين أنه تم فتح سوق جديد الآن، راني نتجول فيه عبر الكاميرا. هذا المكان هنا، في هذا المكان تحديدا يبيعوا القرط والشعير، الصفصفة والحبوب، كل ما يخص الأنعام، الأغذية. نخلي الكاميرا تتجول هنا في هذا المكان حتى يتمكن المشاهد من معرفة أجنحة هذا السوق الجديد. ما تنسوش برك تبارتاجيو هذا الفيديو حتى يتمكن المشاهد من معرفة الجديد. هنا رانا في سوق بوعرفة لولاية البليدة عفوا، سوق حي دريوش عفوا لبلدية بوعرفة. راح نخلي الكاميرا تتجول في أجنحة السوق هكذا باش الناس تدي نظرة على هذا المكان. هنا وني قاري وصحاب الموطوات هامليك، هذه هي الدخلة تاع السوق. هنا تباع الأغذية، أغذية الأنعام. هذه الدخلة كنجو داخلين للسوق وش يقابلك؟ كاين الناس حاطة الخضر، الفواكه، الألبسة، الأغذية. هكا رانا داخلين للمارشي. زيدوا شوفوا الفيديو، انا درت لكم لقطة من السماء. ها جناح آخر هاوليك هنايا، هنا كاين كلش، كاين التمور، كاين الخضر، الفواكه، الألبسة. الناس اللي عندها اللي عنده طابلة يطيب الشواء، كل واحد وش يحب كيفاش يسترزق. هذا هو المارشي الجديد حي دريوش. راكم تشوفوا في في هذا الفيديو فيديو توضيحي للسوق الجديد وشنو هالحاجات اللي راهي تتباع هنا باش الناس تكون عندها نظرة وفكرة على هذا السوق الجديد. هذا جناح آخر اللي يعني نمشي فيه. دوك نزيد ندور للجناح الجناح اللي مقابل هذا الجناح، يبيعوا المواشي. سلام صبا. وما تنسوش ايضا باش تقولوا لعشاق الطيور انه هذا السوق يفتح ايضا بالجمعه، راح يكون خاص ببيع السيارات. هاو تعمر الله يبارك الاسبوع اللي فات، تعمر الاسبوع اللي فات بالجمعه ايضا، قلت لكم خاص بعشاق الطيور. دوك نروح للجناح الاخر. عندنا هذا الجناح او هذا الجانب، هنا يبيعوا الدواجن في هذا المكان. هنا كاين كلش، كاين الدجاج، الفلوس، السردوك، كلش، كل انواع الدواجن في هذا المكان. نزيدوا نروحوا دوك نشوفوا جناح اخر. إذا مشاهدينا جولتنا خلصت اليوم هنايا من سوق حي دريوش بلدية بوعرفة. أنا باقيكم على خير، نتلاقاو إن شاء الله في فيديوهات جديدة في مكان جديد، ثقافة جديدة. سلام. قولوا الله يشفيها، ضربة لها طبعا، الله يشفيها إن شاء الله.